انا اسمي جاسمين حسن وفي سنه تانية بيزنس. تاني مره اشارك في المسابقه لان السنه اللي فاتت لما شاركت فيها اتبسطت قوي، العمل كويس قوي ومفيد لنشاط الطلابي في الجامعه، عشان كده لما شاركت السنه اللي فاتت حبيت اشترك تاني في مسابقه ستريت ارت. احنا النهارده قررنا نعمل ستريت ارت كونتست تمام للطلبه، لما لقينا عندهم قدره ان هم يشتغلوا اكتر قلنا بدل ما نعمل ورك شوب واحده لا احنا نعمل كمان مسابقه. المسابقه دي بتشمل رسم على الازاز، رسم على التيشيرتات، رسم على الجزم المستهلكه او الشنط او اي نوع من انواع الخامات القديمه. وانا بصراحه مبسوطه جدا، الولاد عملوا حاجات حلوه قوي ومنها برضو ان هم رسموا بالتباشير على الارض. كل سنه بنكتشف ان في طلبه اكتر حابه تشارك في النشاط الفني، ودي حاجه بجد جميله جدا. النهارده بنعمل ورشه للاكسسوارز، والولاد الحقيقه كانوا مهتمين جدا ومنجذبين للورشه بشكل كبير، وطلعوا نتائج جميله جدا. يعني حتى هم عرفوا الحاجات دي بتتعمل ازاي، وان هو ممكن يجيب الخامات بتاعتها منين، وان هو يقدر يعمل الموضوع ده بعد كده في البيت عنده بعد ما اتعلم اللي هي التقنيه بتاعتها ازاي. انا اسيا الاحمدي، اشتركت النهارده في مسابقه ستريت ارت. فرحانه جدا ان الجامعه بتوفر لنا الادوات وبتساعد انه الطالب ينمي مهاراته في اي جانب بيحبه من الفنون.